مواضيع يا حلوه رب النهارده. بإذن الله يا جد. عايزة أقول لك النهاردة عايزين نبدأ بخبر حلو وجميل جدا ويفرح كل المصريين. الخبر اللي هنبدأ بيه النهاردة كلنا لازم نتابعه ونكون فخورين بيه. عايزة أقول لكم إن ده بيأكد قد إيه بلدنا حلوة. عاصمة حضارة 7000 سنة بتتقدم يوم بعد يوم. الخبر اللي بيقول إن القاهرة بتتقدم 96 مركز، مش بتتقدم بس، هي بتقفز في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021، وده زي بقى أعلن مركز المعلومات ودعم اتحاد القرار ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللي نشر وقال إن بنشوف كده في بعض الأماكن اللي موجودة في مصر زي ما الصورة الموجودة على الشاشة قدامنا، شايفين البيانات والأرقام قد إيه مصر خدت طفرة في المكان بتاعها في المركز. دلوقتي بقت القاهرة موجودة في المركز 208 في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021 من ما بين 500 مدينة حول العالم، وبكده بتتصدر القاهرة ترتيب العواصم الأفريقية في مؤشر مدن الإبداع. وتوقعاتي بإذن الله يا رب إن ترتيبنا هيزيد كمان وكمان الفترة المقبلة، وهنشوف إن احنا بنقفز خطوات أكتر لأن مصر كل يوم بتتطور. عايز اقول لك يا داليا انه يعني الخبر ده بيعكس قد ايه حجم التطور والمجهود والفكر اللي بتشهده مصر بصفه عامه والقاهره بصفه خاصه. وعايز اقول لحضراتكم ان طوكيو عاصمه اليابان اللي بتستضيف دوره الالعاب الاولمبيه جايه في صداره الترتيب، وبعد كده يليها بوسطن ونيويورك الامريكيتين، وده طبقا لمؤشر مدن الابداع الصادر عن وكاله الابتكار تو ثينك ناو، واللي اصبح اعلى مقياس لتصنيف المدن من خلال الابتكار في مختلف المجالات. واللي لازم نعرفه ان المؤشر بيستند في قياسه لابداع المدن لكام؟ ل 162 مؤشر فرعي، من ضمنهم التحول الرقمي، التطبيقات التكنولوجيه والشركات الناشئه والتنميه الاقتصاديه والمستدامه. وعايزين نقول بقى لحضراتكم انه القاهره بنت المعز جايه في صداره الدول الافريقيه، وكمان عروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه جايه في المركز الثاني على مستوى قاره افريقيا، وجاءت في المركز الثالث مدينه كيب تاون عاصمه جنوب افريقيا. ان شاء الله تتقدم بلدنا كمان وكمان في كل المجالات، عندنا كل الكوادر، عندنا كل الطاقات، عندنا كل العقول المستنيرة اللي تقدر تفيد بلدها في مجالات كتيرة. دايما نسمع أخبار حلوة عن بلدنا إن شاء الله. يا رب بلدنا تستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا، وده أحلى خبر نبدأ بيه النهاردة.